نتساءل كثيرا ما هو هذا الدين الذي نعبده، وما هي الأديان كلها التي يعبدها البشر. حسنا، سأقول لكم أصدقائي ما هو هذا الدين الذي نعبد أو لا بد أن نعبد. إنه دين لا يرى الإنسان، دين لا يرى الإنسان إلا بعين اللا شفقة، أي أنه عديم الشفقة. أنه دين مشغول بإحصاء مكاسبه وأعدائه. هذا الدين لا يعرف أصدقاء ولا يبحث عن أصدقاء، إنما يبحث عن أتباع. هذا دين يقول لك لا تقل شيئا، كل قول هو قولي، وقولي هو أحسن القول، وقولي هو القول الوحيد. ما جدوى الكلام إذن؟ يتساءل الإنسان. وما الحاجة لكل هؤلاء القائلين؟ يقول لك أنا قولي هو الوحيد وأنتم لستم إلا أتباع خاسئين خاسرين، دوني بدوني لا قيمة لكم ولا اعتبار. ولكن ما قيمتك أنت حين يغيب كل من يقول عن المكان الذي تدعي أنه ملكك وأن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذنك؟ لابد أن تعرف بأن القائلين حين يغيبون تغيب الحياة، تغادر، يصير كل مكان مقبرة. فما جدوى قولك بعد ذلك؟ وحتى الكتب التي تبعثها إن لم يكن هنالك مستمعين أو متحدثين أو قائلين، لماذا أنت تريد أن يبقى القول لك وحدك؟ حسنا، سنمنحك هذه الفرصة وتلذذ بها، اشبع بها. ثم ماذا؟ ما قيمة كل هذا؟ ما قيمتك أنت من دون الآخرين، دون أقوالهم وحوارهم معك؟ ثم تعال معي وقل لي أين هو قولك؟ سمعناك طويلا ولم نفهم شيئا. في كل صفحة من أقوالك تكرر الطلب نفسه، لا قول إلا قولي، لا أحد إلا أنا، لا آخر إلا برحمتي وبعطفي ووفقا لقولي، قولي هو الأكبر وأنا الأكبر. لكن قل لنا ما هو الأكبر وبماذا هو أكبر؟ بكرسيه، بقوته، بقدرته على البطش والرحمة؟ هذه علامات الكبر أم علامات الصغر؟ ثم أين هم الآخرون؟ ماذا ستفعل بهم؟ هذا القول كما أرى لا يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة، بل أنه مصدر للجهل، مصدر لمن يريد أن يحكم فقط ويتمتع بهذا الحكم، ويظن أنك حين تحكم ستكون في عليين وفي أفضل حال. هذا وهم، وهم الكبر ووهم الغرور، وهذا الوهم كاف لأن يدمر الجميع، كاف لأن يرغم الناس على أن لا يكونوا أناسا، إنما يكونوا فردا واحدا فقط، لا يفعل شيئا ولا يبني حضارة ولا يبني أي شيء، لا يحدث أي تراكم. ماذا عن الأشياء الأخرى التي ما عدا الطاعة؟ الطاعة تكون لشيء موجود، لشيء لدينا مشروع معين نقيمه أو نعمل به معا، توزيع المهام والمسؤوليات مسألة أساسية. لكن أن تكون الطاعة لأجل الطاعة فقط فهذا أمر جلل ومن خبل. كما يبدو فأن الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة، وخاصة الشعوب السامية التي تتكلم بلغات سامية، هي شعوب من عبدة الأحجار، عبدة أحجار لا بد أن تبقى كما هي، دون لا يسمح لأحد أن يمسها ولا أن يعدلها. نحن بالحقيقة لا نقبل الحجر الأسود، ولا نقبله لأن رسولا ما قبله مرة، كلا، نحن نعبده فعلا. ما الفرق إذن بين الكتاب والحجر الأسود، رجل الدين والحجر الأسود؟ لا أحد يمس هؤلاء جميعا، كلهم مقدسون بالكامل.
المسجد، الآيات، الصحابة، الفقهاء، الأحاديث، كلها مقدسة وإلهية. كل شيء مقدس عدا الإنسان في العالم، الإنسان في الطبيعة التي ولد منها ويتنفس هواءها ولا يستطيع أن يستغني عنها، كل هذا لا قيمة له. أنت الأهم فقط، لا أحد إلاك. عبادة الأحجار كما أرى لم تتوقف يوما، لم نتوقف عنها يوما، ولنقل لا بأس إنها عبادة مثل غيرها، لكن لا، الأمر أصعب بكثير، وهو أن هذه الأحجار لا تريد أن نبقى كما هي، لا يجب أن يقع عليها معول ولا مطرقة ولا إزميل، يجب أن تبقى هكذا كما وجدناها. لهذا تجد العربي يحتقر الحدادة والنجارة. هذا جعلنا نرفض في العمق التدخل في الطبيعة في محاولة السيطرة عليها وفهمها واستثمارها. لا يفهم السامي الطبيعة الحية إنه عابد للأحجار للأشكال الأولى ويريد أن يبقى فيها. لا جديد، كل شيء قديم، وكل شيء يجب أن يبقى كما هو، شيء لا أكثر. لا يجب أن يوجد تفاعل بين الأشياء. التفاعل والتحاور والتداخل والتصاهر والتفاهم والتسامح والتجمع كلها مرفوضة. الأصنام مرفوضة. لماذا؟ لأنها شرك بالله. لماذا؟ ليس لأنها واسطة مع الله، كلا، لأنها مصنوعة ومطروقة. كانت العرب تستورد الأصنام ولا تصنعها، النحت حرام. ماذا يعلمني هذا الكتاب القول؟ يقول لي أن الكتاب الأوحد هو كتابي ولا غير، فيه ما كل قول قيل وما سيقال وما لم يقال أيضا. لا تناقش، اتبعني فقط وستعرف قيمة قولي. تقول له القضية لا تتعلق بكتاب يا أخي ولا بقول، المهم ما في هذا الكتاب ومضمون القول. ماذا سيعلمني هذا الكتاب وهذا القول؟ سيقولون لك سيعلمك الكثير. مثلا كيف ستنشر هذا القول؟ تفرضه على الجميع، تتبع أوامره وأقواله. أن تؤمن بهذا القول، بهذا الدين، ولكن تقول لهم أريد أن أفهم أين أنا في هذا الكتاب، لا أجد حديثا عني إلا بصفتي حاجة، إلا بصفتي عبدا منفذا طائعا لأوامره. ما أبحث عنه ليس الكتاب ولا الدين ولا القول، هذه حاويات. ما أبحث عنه هو المحتوى وليس الحاوية. لا أريد الكيس، أريد أن أعرف ما فيه. أعطوني ما فيه أو امنحوني ما فيه، سأقدم لكم ما تشاءون، لكن لا تروني الكيس فقط، أروني ما فيه لكي أتعلم وأتطور. سيقولون لك افتح الكيس. تقول لهم فتحته، وجدته يكرر القول نفسه، اسمعني، أطعني، لا تناقشني، احتقر نفسك، طبق أوامري، أعطني أموالك، ضحي بنفسك من أجلي، صلي لأجلي، صم وزكي، حج وجاهد، اكره أعدائي. وكل هذا القول الوحيد، أنني أفعل ما تريد، أفعل لك كل ما تشاء وأقدم لك كل ما تريد، لكنك لا تقدم لي شيئا. هذه كلها سلسلة أوامر لا نهاية لها. لا يوجد من يتحدث عني بالنتيجة إلا كعبد، كحذاء يجب أن يكون جاهزا للاستعمال في متى ما شاء راكبه أو مرتديه، وأيضا يكون جاهزا متى كانت الحاجة لإلقائه، تمزيقه إن شاء صاحب الحذاء.